بعد الفاصل نعيد الترحيب بالسفير المصري بلبنان سعادة السفير نزيه النجاري. وكنت بقول دايما الصعوبة في إجراء حديث مع الدبلوماسيين وبالذات خريجين هندسة تبقى الحكاية صعبة شويتين، لكن خليني هاخد السؤال اللي جاي بمنتهى المباشرة. احنا واحنا بنتكلم عن دور مصر في الحوار مع القوى السياسية اللبنانية، احنا بنتكلم ازاي مع حزب الله؟ يعني العلاقة مع حزب الله بتمر يعني من خلال أساسا التواصل مع وزراء حزب الله ممثل في الحكومة اللبنانية، وهناك وزير الصناعة على سبيل المثال الوزير حسين الحاج حسن، هناك مصالح كثيرة بين مصر ولبنان تتعلق بصادراتنا في القطاعات الصناعية وتتعلق بالتجارة بين البلدين، يتعين معها أن نتواصل مع وزير الصناعة الذي هو وزير من حزب الله، وبالتالي هناك تواصل مع الحكومة اللبنانية بما في ذلك ممثل حزب الله في هذه الحكومة، وهذا هو بشكل أساسي في المرحلة الحالية مستوى